اش وقع بين الجزائريه صوفيا باللمان والكوت ديفوار؟ القصه كامله على هبه بريس. صوفيا باللمان جزائريه، شغلها الشاغل هو السب والشتم الدول واهانه شعوبها على حساب دولتها الجزائر والاشاده بقراراتها. باللمان غير هاد يومين وثقت فيديو مصور تواجد ديالها بدولة الكوت ديفوار باش تشجع منتخب الجزائر اللي مشارك في منافسة كأس إفريقيا. وصفات الجزائرية الكوت ديفوار بالبلد المتخلف، معتبرة أن شعبها لا زال يعيش في العصر الحجري عكس بلدها المتقدم والواقع بين البرتغال والإسبان على حد قولها. في الفيديو اللي ترجم لعدة لغات وانتشر بطريقة أسرع من الخيال في مواقع التواصل الاجتماعي بالكوت ديفوار وعدد من الدول الإفريقية اللي عبر أبنائها عن رفضهم للخرجة ديال صوفيا باللمان، وقارنوا النشطاء بين خرجة ديال باللمان وفيديوهات النشطاء المغاربة اللي دائما ما كبروا بدولة الكوت ديفوار.